السلام عليكم، جبت لكم قصة زوينة بزاف وغادي تعجبكم. في مدينة الزاوية الشيخ القديمة، مدينة اللي كتميز بتراثها القديم اللي كانت مستعمرة من طرف الفرنسيين في أواخر القرن 19 ميلادية، المدينة اللي دافعوا عليها أجدادنا بدمهم حبا لبلادهم الأم، وفي الزمن اللي كانت فيه النية والفلوس تدير لك كل شيء في هذه المدينة اللي كتجذب العين بإمكانها الطبيعية وبمياهها العذبة الحلوة اللي كتدفق في كل أماكن تقريبا. وفي أحد المنازل المغربية بامتياز، بيت كيتكون من 4 البيوت ومرح شاسع وفستو شجرة نعنب الأحمر وما مسقفش من الفوق. يدعى هذا النوع من المنازل بالرياض، وفوسط هذا المنزل كانت واحد البنت تماك عندها 16 سنة محنية وكتغسل في الأواني، وفي ذاك المنظر في ذاك المراح بنظر لأنه ما عندهمش البوطاجي. حتى دخل خوها الصغير اللي في عمر 10 سنوات كيجري ليها في المرح وصندال سود الميكا عمرة بالغيس. قالت له فوزية أجل هنا، الله يلقيها لك الحرامي، شوف كي درتي لي للدار. عمران قال لها عبرت عليك يلا حيت كليتي لي الشكلاط اللي شرى لي أمي الميلودي، وخرج لسانه كيف قص فيها زعما. فوزية قالت لي إياه واخا على والديك، دروك تبغي تضربك جدا وقول لي ديك الساعة فكيني وتشوف. قال لها عمران لا عافاك إلا القرصة ديال جدا. قالت له فوزية تخاف ما تحشم، أنا راه فاش كنت صغيرة راه كانت كتحط لي الكرسي وكتقول لي طلعيه معايا، كتطلعو معايا من فخادي كاع زرقاتهم ليا. قال لها عمران أنا غادي نهرب ليها. فوزية غاجيتيها ما بقى عندها جهد او مال تشوف اش غادي دير لك. قال لها عبران اختي بغيت شلاضة عافاك وديري لي فيها بزاف البزار. قالت له كنكون اختك غافاش كتبغي حاجتك، حصلتي يا كافر بالله. قال لها عمران وعافاك؟ قالت له لا. قال لها عافاك؟ قالت له يلا سير جيب لي 4 شكلاطات ونقادها لك. قال لها ولكن الشكلاط ديالي كليتي ليا. قالت له كتحسب معايا ضرك عليا كمارتك تانا فيا لي قاد لك شلاضة. قال لها صافي نجيبهم لك غا قادي ليا بعدا. قالت له تنشوف الشكلاط قدام عيني. قال لها ايوا حلفي بعدا ما تاكليه تناكل انا شلاضة. قالت له واخا يلا سير. مشى عمران كيجري لبيتو، ها الشكلاط اللي عطاه عمو خزنو، هز 4 شكلاطات كلاهم وهز داك الكاغيط ديالو خرج كيتسلل للزنقة، هز شوية د الغيس ودارو فيه ورجع للدار لقى ختو نيت قادات ليه شلاضة. قال لها يلا عطيني. قالت له انت الاول. جبد عمران دوك الشكلاطات وعطاهم ليها وعطاتو الطبسيل. قالت له فوزية ضرك عليا زلافتك ما تاكلوش حدايا. قال لها مالي مشوق فيك. مشى عمران كيضحك وخرج حتى للدار ديال عمو اللي كانت حدا دارهم وجلس بغا ياكل، يلا يحط الضغمه الاولى في فمو مشى كيجري الباب تفل فيه. قال لها ايه فوزية قول بعتني بنت الحرام. اما عند فوزية كانت يلا هزات الماء للطاجين كتسنى جدها تجي من العزو هو وباها امها وكتضحك. قالت والله الا قلبتو معبوره فيه. يلا كيف هزات داك الشكلاط اللي كانت دايره في الثلج رماتو نيشان فمها حتى مشات حتى هي كتجري دفلات. قالت سلقوط لاخر لا بقات فيك. ظاهر لي فراس الجمل فراس جماله. جات جدها وباها ومها مع الغوات ديالها. قال لها الاب محمد مالنا شنو وقعنا؟ قالت له هي مشات تحنات عنده بس ليديه وحاني راسها. قالت له على سلامتك ابا. وتحنات عند جدها بس ليديها. قالت له على سلامتك امي. الام في الطومه. قالت لها ايوا سيري بنتي حطي لينا الغدا الله يرضي عليك وعيطي على اخوك. فوزية من تحت سنانها الله يلقيها ليه الحرامي الاخر. في الطومه قالت لها نعم قلتي شي حاجه؟ قالت لها فوزية لا والو امي ما قلت والو. حطات ليهم فوزية تغدى وحتى سمعت باها كيهضر. قال بنتي فوزية انتي كبرتي تبارك الله وليتي قادرة على المسؤولية. هنا فوزية حشمات وحضرات راسها وعينيها الكحلين ولاو كيلمعو بالحشمة وحنا كتوردو. قال لها والصراحة جاو فيك شي خطاب خاصك تزوجي. قالت له في الطومة اويلا محمد البنت بقى صغيرة. محمد قال لها شفتك وليتي تهزي صوتك والله ما تقعدي من حدايا تنوري لبابك الخدمة دوالو. الاب قال لها انتي يا بنتي شنو قلتي في هذا الشيء؟ فوزية هنا وجهها ولا كي معطيشة وضربت الطم.
كما اي بنت كتحلم تاسس عائله وتزوج، هذه كانت اقصى احلام الفتاه في الوقت اللي ما كانش فيه القانون بحال دابا وكيحمي المراه وينصفها. جدها قالت ايوا بنتي السكوت علامه الرضا. كانت فوزية عجبها الحال حتى تكلم الاب ديالها، تمنى تكون الارض تسرط وما يقولش داكشي اللي قال. قال لها ايوا راه بنتي ولد خالتك فاطمه، والسي عباس الله يرحمه هو اللي طالب يديك للزواج، وراه ولا خدام مزيان ومن بعد عام هادي يديك معاه لبرا. فوزية غوبشت وتكلمات، قالت له با انا ما بغيتوش. هز محمد يدي حتى السما وخبطها معاه بطرشه. قال لك تعارضي هضرتي؟ فوزية ودمها في عينيها، قالت له حاشا ابا، اللي بغيتيها غادي تكون. ومشات كتجري وقفات من مول الحيط البيت اللي كانوا فيها ودموعها شلال حتى كتسمع جدها وباها كيهضروا. قال جداتها ايوا هادشي اللي درتي هو اللي يليق ليها، ولينا النيت وهو يعطيها فيها 4 المليون فلوس الجنه اللي بغينا نشريو النيت نترزقو به. قال لها داكشي اللي باين النيت. وليني قتلو، وليني انت راك عارف امو كيفاش طبعها قاصحه وباينه يدوزوها عليها. قال لها الاب على مالها ما تصبر حتى يبحل ليا تمالها. سمعت فوزيه هاد الكلام اللي صدمها، مشات كتجري لبيتها بدات كتبكي ودموعها شلال. بصح هي صغيره ولكن ماشي مكلخه، وحتى قريتها اللي قرات حتى السادس نفعاها، والكتب اللي قرات حتى لهاد الدرجه هي رخيصه عندهم، بغاو يبيعوها على قبل الفلوس. والمشكله لما بغاو يزوجوها لشخص اللي حاقد عليه من طفولتها. فلاش باك، في احد الاعوام السابقه كانت خالت فوزيه دائما كتغضب من راجلها وتجي تجلس معاهم بالشهور. هي ولدها اللي كانت في عمره 12 عام، كانت فوزيه ما كترتاحش لخالتها اللي كانت ديما كتضربها وهي في عمر صغير 5 سنين. كان دائما كيجي وكيبقى يلعب معاها، ولكن لمسات وقبلات وكانوا كيجيوها في شكل على رغم من صغر سنها، حتى اليوم اللي تبدل فيه كل شيء. في احد الليالي المظلمه شتاء خد من السماء، كانه غضب الطبيعه على اعمال الناس الفاسده اللي كتخبي وراء الوجه الادمي البريء. بين ما كان المنزل فارغ، مشى محمد والجده والام وخالت فوزيه نائمه معروضين لشي عرس، وخلاو الطفلين في المنزل. ولا نقولوا الطفل او الولد اللي بداو كيهضروا عليه كيظهروا عليه علامه البلوغ، واللي من بينهم الغرائز الجنسيه. كان هاد الولد اللي مناش كاع نتان على الذهاب مع امه، وبدا كيتسلسل لبيت الطفله اللي كيميل ليها بزاف. هاد الفتاه البريئه اللي كانت ناعسه مثل الملاك في احد البيوت، حتى دخل عليها هاد الولد وكيخشي يديه من تحت الحوايج ديالها، كيلمس لحمها الرطب مثل رطوبه العجين بيديه، كيلمس وجهها الناعم. حتى فاقت هاد البنت على اثر لمساته. الطفله الصغيره براءه قالت له شدي ليا، قال لها كنلعبو. قرب حتى لفمها وتبقى قبل عليه ويديه كل مره كيبرك بهم الشهد على الحمار الطيب. حتى بدات مسكينه كتبكي وكتدفع فيه، قالت له ما بغيتش نلعب معاك بعد مني. بقات كتغوت ماما. الولد غما زايد فيه وحيد ليها تريكوها، قالت له ماما. بنت ليها واحد تيمومه حتى راسها هزات تحت السما وخبطتو به حتى طاح فاقد الوعي، والدم كينزل من راسو بغزاره. اما هي فلبست تريكوها وجلست حداه، والدموع كيسيلو من عينيها بغزاره وهي كتشوف فيه في الدم اللي في راسو. حتى جات امو ناعمه والاخرين، والمنظر اللي عمرهم توقع يشوفوه. هزت ناعمه يديها حتى للسما وخبطت فوزيه، شنو درتي ليا؟ الولد ديال المسخوطه بغيتي تقتليه؟ والله تنقتلك. وفطو ما كتشد فيها، ما صابت ليها جهد حتى هضر راجلها بهيبته المؤتاده، خلى كلشي يضرب الطم. سكات، اجي نديو الدري للسبيطار بعدا. دولتها السبيطار اللي غرزو ليه راسو، ومن ثم رجعت نائمه جمعت حوايجها بلا ما يفهموا كاع شنو كان واقع داك النهار. وكان هذاك اخر لقاء كيجمع بين هاد العائلتين، حتى جا هاد الخبر في يعني المفاجئ اللي ما معروف شنو سبابه. مع الوقت كبرات فوزيه، وكل ما زادت كبرات كتزيد تفهم كتر شنو كان غادي يوقع في ديك الليله. نهايه فلاش باك، اصبحنا واصبح الملك لله عند فوزيه اللي غفاقت قدت ليهم الفطور وجمعت الحوايج الموسخين دارتهم في البانيو، ومشات مع البنات لجنب الساقيه يسبنوا كيف العاده حتى بداو كيهضروا البنات. قالت سعاد ناري اختي فراسك السعديه اللي تزوجت كي ولات في الصباح صفرا صفرا صفرا، وكانت سخفات ليهم بالليل ما قدراتش. قال لك داكشي صعيب. قالت سليمه وياه اختي الزواج صعيب ليومنا، لكن راجل شي غليظ دون فورمي.
قالت لها سعاد ويلي يا اختي انا بغيت نتزوج واخا هكا كيكون كيما بغا. سليمه قالت لها انتي شكون بغا يديها فيك ما غتزوجي غير بشي مو كرش بحال الراجل اللي خدات السعدية يعني تبقاو كيضحكوا. قالت لها سعاد بزاف عليك لاله يحييك. كانت فوزيه اللي دخلوا ليها الرعب بهضرتهم هذه ما قدتش حتى تهضر معاهم. قالت لها سليمه فوزيه شفتك غا ساكته ما قلتي والو. قالت لها لا لا والو غا زربانه خصني نمشي نرد الغدا. سربي لو البنات سربيو. بدات في عمليه التصبين ديالها وعقلها ماشي معاها كتفكر غا في هادشي اللي سمعات. سالات فوزيه اللي رجعت لدارهم ردت الغدا وتسنات باها حتى جا من الخدمه. حطت ليهم الغدا تاني ياكلو كيف العاده حتى هضر باها تاني. قال لهم محمد وجدوا راسكم غدا الخطبه ديال البنت وراجلها غادي يجي يشوفها ما بغيت حتى شي حاجه تكون ناقصه. قاتلو في الطومه كون غالمتينا محمد نشريو ليها غير شي حاجه اللي تلبسها بعدا. محمد بن فيهال شنو بغيتيني نتشاور معاك ولا شنو؟ لبسيها اللي كان راني ماشي عندي بانكا مزيان تبارك الله. اصبحنا واصبح الملك لله في مدينه السوق السبت المعروفه بكونها كتحتوي على اكبر سوق في المغرب. كل ما كان فيه مخصص لحاجه معينه الا مشيتي حتى دخلتي ليه كتلف تشد راسك. ها بلاصه الحواله البقر ها بلاصه الخضره ها بلاصه الخيط. وفي احد الاحياء الراقيه لهذه المدينه قدام واحد المنزل دخل اللي شافو ما يمكنش ما يحلش فيه فمو. هادشي غام الخارج اما الداخل كامل زليج صالونات كبار مفروشين فراش عصري بامتياز واحد بلون الاحمر والاسود والثاني بلون البنفسجي. وهاد البيوت ديال النوم المفرشه بناموسيه وبيتعامل غاب المانطات مازافيل بشكل ونوع وبالوسائل ديال النوم. الحصول منزل مفرش مزيان. وفي احد البيوت كان الابن كيهضر مع الام ديالو ادم. الوالده راه كلشي واجد نعيمه بتضايق. ما عرفت اولدي اش بغيتي ديك بنت دوك الهيماجيين وانا كنت نختار لك الزين البنات. قال لها ادم الوالده هضرنا ياك في هذا الموضوع هذيك اللي غادي ندي. قالت له نعيمه اويلي ويلي الى الولد هذه باينه غتقى داك الفقيه اللي حداهم. ادم بالغوات الوالده راه حتى انت اللي عارفه الفقهه اللي كتقولي هاد الهضره ما تبغيش ما بغيتيش تشوبي خلاص شحال مره كنحس لك كتمشي عندهم يحسبش لك كاع الناس في حالك. قالت له نعيمه ايه هاك هاك على المرضي وليتي ترد على امك الهضره تقادو الكتاف. قال لها وصفي الوالده يهديك الله والله ما كنبغي نجرحك يلا تاني ما تحشمينيش قدام الناس. قالت له وزيد زيد نشوفوا هادشي فين غادي يوصلنا. وصل وقت الغدا والام في الطومه جالسه كطيب وريحه الدجاج بالتغميره عاطيه واللحم بالبرقوق والصفه. ام صفه واحد طرح د المخامر حتى يجيو الضياف وتسخنوا. اما الطباس العامرين هادي الحلوه اللي قادت فوزيه هادي الكاوكاو القرقع هادي التمر. اما فوزيه جالسه في البيت كانت لابسه قفطان بالذهبي كيلمع كامل ولاويه على وجهها شال بالصفر ديال امها. ام كسافيه بالكحول اللي زاد بين ليها عينيها الكحلين الكبار وعكر ديال 24 ساعه اللي برز ليها فمها الصغير والمنفوخ. جالسه في البيت الى ان ياتيها الفرج. وجدها محلف عليها الى خرجت ولا تململت بعد دقائق. جاتهم ادم امو بطنوبيلته اللي الدراري غا شافوه وتم كلشي تابعو من اللور وهو ما مسوقش ليهم. وقف بطنوبيلته هز في يديه كارتونه ديال السكر ونعيمه غا كدور في راسها وما حملاش الوضع اللي تحطات فيه. غا شافتها اختها جرات لحتى انقاسها وكتبوس فيها وهي كتسلم عليها غا بالقياس على رغم من ان اختها هاديك الا وانها ولات كتشوف راسها الفوق. مني مشى ولدها لبرا تبدلات ديك الوقيته كان اللي مشى لبرا ما عرفت شنو دار ويديروا ليه الناس الهمه والشان مما خلى عينيها يماو. اما ادم فدار كرتون الكوزينه ورجع عندهم سلم عليهم عاد مشى تاني للطوموبيل يجي هو وعمران داكشي اللي بقى فيها. قال له عمران عمي انا نهز معاك تحنا ادم عند عمران جرو من حناكو تقدر البطل خليتك غا صغير كبرتي. قال له غير عمران ايه انا كبير وقوي ودايما كنقول فوزيه. هنا ادم عينيه لمعو وترسمات بابتسامه واسعه على وجهه. قال له ادم ايوا كوي ولات فوزيه باقا زوينه. قال له اه اختي زوينه كاع ولات الزنقه بغاو يتزوجوا بها غاب اللي ما بغاش حيتاش عاطيه العين وبغى يزوجها لشي واحد لاباس عليه. هنا ادم دمو بدا كيغلي ودوز يديه بانزعاج على راسه.
كل شيء كيشوف فيها، يعني كنت حتى مازال شوية كانوا يقدروا يطيروها لهم بين يديه، وهو اللي قال مازال صغيرة خليها تزيد تكبر شوية. عمران قال له أصاحبي خليتيني كنضرب وحدي، قال له ايوا هز الميكا البطل يلا ندخلو. عمران قال له واش كتضحكي عليا، شوف انت شحال هز وانا عاطيني هاد الميكا الصغيره راه كنهز كثر. قال لي ادم ويلي هي بغيتي تكون قوي فاش تكبر. قال لي عمران اه بغيتي يكون عندي هادوك الكتاف فحالك. قال لي ايوا زيد ندخلو بعدا. دخل ادم وداكشي اللي كان جاب في الطوموبيل وجلسوا في البيت استقبلاتهم في الطومه احسن استقبال. من بعد ما تغداو وشربوا اتاي تكلمت نعيمه، قالت لها نعيمه ايوا نتوما عارفين اللي جينا اليوم وداكشي الاخر كله تفهمتوا عليه في التليفون، انت ولدي بقى غنحدوا تاريخ العرس. محمد قال ليه ايه عندك الحق اللي درتوها انا معاكم. نعيمه ايوا ولدي راه زربان خصو يرجع لخدمته، جاي معاها غير شهر العرس ونديروه السيمانه الجايه. محمد قال ولكن حنا مازال ما وجدنا والو والسيمانه ما هاديش تكفى نوجدوا فيها كل شيء. ادم قال كون هاني اعمي ما تضرب حسبه حتى شي حاجه كل شيء على حسابي. محمد قال ايوا نقراو الفاتحه. ادم قال بسم الله قراو الفاتحه هاد الناس وخلاو فوزيه لي في بيتها من قبيل قتلها غير الجوع ما كلات حتى حاجه من الصباح ربي وهي كتفكر غير في حريتها. ادم قال ايوا لا سمحتي بغيت نشوف مراتي. محمد قال اه معلوم كلشي ديالك خذ راحتك طمع طاعون اخوتي. ناض ادم ليوجهو عمران البيت فين كانت اختو وبقى معاهم. اما ادم فبقى غير حال فمو في صالتها كانت جالسه فوق الناموسيه باينه قديمه وعاطيها بالظهر كيشوف فيها حتى تكلم. قال عمران خلينا بوحدنا، كان هذا الصوت اللي فيه بحر وجوليا بامتياز كافي باش يخليها الدور وتنوض من بلاصتها. انسحب عمران وادم كيشوف حب طفولته وقلبه كيضرب ضربات متتاليه. صافيه كبرات زيانت عينها الكحلين مشفرين وفمها الصغير والمنفوخ، حنا كالموردين من عند الله وطول القامه ديالها ما تعطيهاش بنت 16 عام. اما هي والاخرى ساعات في الحيط الخفيفه السوداء وعيونه السودائيين اللي كيلمعوا فورمته المثاليه اللي كيتبغيها اي مرة تكون عند شريكه حياتها. سد ادم الباب بالساقطه، كانت هاد اللقطه كفيله باش تفكرها في ديك الليله المظلمه مما خلى الخوف يبان من عينيها. بدا ادم كيقرب وهي كترجع باللور وقلبها كيفخق خفقات سريعه حتى كلاها الحيط، حتى يدو على الحيط وحيد ليها زيفها حتى تساقط شعرها الاسود اللامع. دورها جات قدامه وهو موراها وخاشي وجهه في شعرها كيشم رائحته جميله بقى كيلعب خصولات شعرها وهي قربت البكيه تخرج ليها. كان فتقدها بزاف توحشها، هي حب الاول والاخر رغم من علاقته اللي كان كيدير باش ينساها، ولكن صورتها دائما كانت كتبقى بين يديه دورها عنده مره اخرى وطبع قبلها خفيفه صادقه كتعبر على طهاره مشاعره ليها الى ان استشعر طعم الدموع فمه ربط غباشه بانزعاج وبعد عليها كيشوف الدموع ديالها اللي كينزلوا من عينيها شلال مختلطين بالكحول وعينيها اللي ولاو حمرين ونوفها اللي حمر حتى هو. سافيها وفي براءتها اللي بقى كتبان في عينيها كيما وهي صغيره مسح ادم دموعها وتكلم بصوت هادي ممزوج ببحر وجوليا. قالها مالك كتبكي؟ قالت له ما بغيتش نتزوج بك. كان ادم اللي عصر يديه بغضب وتكلم معها وعلاش؟ قالت له انت خايب، ما حست غير بيد اللي شنقات عليها وزادتها مع الحيط، كيفاش جرئي ترفضيني او لا عاجبينك هادوك اللي كيتبعوك كل نهار؟ فوزيه كانت خنقات وما عارفاش اصلا على من كيدوي. ادم دفعها بالجهد فوق ديك الناموسيه وبدات كتكحب وكتحاول ترجع النفس. قالها بزز منك غادي تزوجي بيا، فهمتي بزز منك. خرج ادم من تما ساخط على الوضعيه، كان كلشي مزيان حتى رفضاته هو اللي شحال من وحده هي عرضت عليه الزواج وما بغاش رفضاته هي. دخل عندهم البيت قال الوالده يلا كنظن خصنا نمشيو. قالوا محمد جلس حتى الصباح، قالوا ميعادنا السيمانه الجايه ان شاء الله. محمد قرب بغى يسلم عليه حتى جبد ادم شي فلوس كانوا في جيبه، هادو فلوس العرس وفلوس صداق. ها انت قلتيها فلوس صداق كيتشدو نهار صداق. مشى ادم من تماك هو امه اللي بان ليها ولدها ساخط على الوضعيه، هي اكثر وحده عارفه محمد اش كيسوى اللي هز ذهب لمرتو وباعو ليها وحتى هي كان كيحشي ليها الهضور شي مرات فاش كتجي تجلس عندهم وكان كيتحرش بها شي مرات غير هي كانت كتوقف عند حده.
هذه هي كامات ودين سودان. كما تحرش هو بخت مرتو، تحرش ولدها ببنته. داز سيمانه في لمحه البصر بين فوزيه اللي كتفكر كيفاش غادي تولي حياتها، وبين ادم اللي كيفكر في رفضها ليه. 7 صباحا كانت فوزيه اللي لابسه جلابه في البيض مخدومه بالراندا وبالغبر الرمادي والزيف بالرمادي، واقفه هي وباها امها ونعيمه وولدها واقفين قدام باب العدول اللي كتبوا كتابهم وتوجهوا للدار محمد اللي كان عارض النيت على ناس الغدا. دار البنت غير صداقه عاديه وما دار ليها حتى شي حاجه كيف البنات، على الرغم من انه عنده الفلوس. ليدي ليها احسن عرس ولكن طمع طاحون، ما عرفش باللي غادي يجي النهار اللي غادي يموت وما ينفعوا لا فلوس ولا اراضي ينفعوا غا اعماله. دازت صدقه وكلاو الناس وجلسوا البنات والعيالات مجموعين في البيت اللي فيها العروسه لابسه غاتكشيطه في الخضر من دهازها النيت اللي جابوا ليها ودايره السبنيه على راسها. حتى بردو خاطرهم والبنات كل مره تجي شي وحده تقرصها، ها اللي حاسداها، ها اللي كتمنى ليها الخير، ها اللي ما حاملهاش. حتى جات واحد العدوسه كبيره كيسميوها البراحه الوسط وبدات كتعرض داكشي اللي تقدم العروسه. البراحه هان على لا 200 درهم عند مرت الميلود ولا تقولوا ما تهلاتش، بقى كلشي كيشطح حتى سكتاتهم البراحه تاني. هانا تاني على العريس ومن زينته ودهاز شرا العروسه لا تقولوا ما تهلا فيها، 3 ثوب ديال الحرير وثلاثة ثوب ديال القفاطن وربعه تكشيطات وخاتم ديال المارياج وجوج براسليات لا تقولوا ما تهلاش. بداو تاني عليا العيالات كيشطحو كيغنيو شويه، نادو دارو يحيدو حتى بردو غضيدهم بالمزيان. اما واحد لالاتي العروسه كتفكر غا في حريرتها كي غادي تخرج وكتدعي تخرج سالمه، اما هي مهما لا دهزها لا ما فيه، كطلب غير الصحه والسلامه من هذا الشيء كامل. طاح الليل وجات لحظه الوداع، ركبت فوزيه في الطوموبيل من بعد ما شبعت بكاوت هي امها، امها اللي ما خلاهاش راجلها تدوز 7 ايام مع بنتها حسب العادات والتقاليد. بكات وبكات حتى شبعات وركبت معاهم. اللي غوصل ادم للسوق السبت حط مو في دارهم ومشى هو بعروسته فين يدوزوا ليله الدخله. وصلوا امام احد الفنادق الضخمه اللي غا خرجات من الطوموبيل هزها بين يديه وهي كترطى عليه. قالت له شنو كدير؟ حطني الدروج نطيح. ادم كيشوف فيها شوفه اللي كلها حب، راني شادك ما غاديش تطيحي. دخلها لوطيل المحطه حتى لقدام الغرفه اللي حجز فيها وهي حمرا حشمانه، حل الباب وقال ليها صبخي رجليك اليمنى. دخلوا الغرفه وتكلم، قال واش موتي؟ فوزية جاهت سؤال فشكال ما عرفتش لا تسولها، اكتفت بانها تحرك راسها بالايجاب. اما هو ابتسم ودوا قال مزيان انا ندوش وغادي نجي بين هاد الليله. من بعد دقائق خرج ادم من الدوش لابس جلابه كحله وشعره كيقطر بالماء، ما طاليها عبايه في الكحل، قال لبسي هذه باش نصليو. فوزية هنا ولات حمراء، اما هو فهمها طايره في السماء ودوا انا راجلك ما كيلاش تحشمي مني. هنا هي دورت وجهها لجهة أخرى تموت بالحشمة. آدم ابتسامة، على خاطر كان يمشي للبالكون حتى تلبسي. مشى آدم حتى تنفسات فوزية ودار داكشي اللي قال ليها. هي بصح ما كانتش باغا تزوج به، مي مني تزوجات به هي عارفة باللي طاحت راجل بحال طاعت الوالدين. قررت تنسى اللي فات، ولكن السؤال اللي مطروح واش غادي تقدر. من بعد دقائق دخل ادم اللي لقاها لابسه العبايه ودايره الزيف وجهها كانت غسلات الماكياج اللي فيه كيبان صافي طبيعي، بس ليها راسها وباشره في الصالات للاستخاره اللي حاله ما سلاوها دار ادم عند فوزيه كيهضر معاها باش يحيد منها الخلعه والحشمه اللي فيها. بعد دقائق جابوا ليها الاكل اللي فوزيه كتاكل وكتهز راسها فيه، كتلقاه كيشوف فيها وتحني راسها بالحشمه. حتى سالا وبقى كيهضر مع ادم، قالها الصراحه الجو عندكم زوين في الزاويه. قالت له وي فغي، قالها اخيرا سميتينا صوتك. فوزيه حشمات وحنات راسها، حتى هضر ادم بانزعاج، علاش ما قلتيش تزوجي بيا في الاول؟ قالت له الصراحه انا، قال شوفي ما تبقاش تحشمي مني، ما تنسيش انا راجلك قولي ليا. قالت له الصراحه داكشي اللي وقع في الصغر. مت ادم يديه وحط على فمها، مزيان ملي جبتي هذا الموضوع، نيت حنا كنا باقيين صغار ديك الساعه، والصراحه انا كنت كنبغيك من اول نهار شفتك فيه، انتي حبيبتي الاولى والاخرى وسبحان اللي ما يخطئ. هنا فوزية حلات فمها بصدمه، وهادشي جديد عليها، عمرها سمعت هذا الكلام. واخا كانوا كيبغيوها الدراري ولكن ما كيزعموش يقربوا ليها، اللي بغاها كيقصد باب الدار، ولكن هذا الكلام
كتسمعوا غير في المسلسلات. حلت امها بصدمه، اما ادم شد ليها في يدها قال باقا عاقله على داك النهار واخا كنتي باقا صغيره؟ قالت له قال اجي نغسل يدينا بعدا. مشات لها لافابو كانت تما وغسل ليها يديها وجلسوا فوق ناموسيه بيا حمراء، عرفتو بغات ترتق بالحشمه. بدا ادم كيقرب ليها، حيد ليها الزيف، كانت دايره الباندا من شعرها حتى طلق شعر طب الناعم على خصرها من جديد. اوه صافي تقضى الغرض، اصبحنا واصبح الملك لله. في الغرفه ديال العرسان ديالنا كان ادم تكي على ظهره فزي حاط راسه على صدره وهما مجردين من الملابس. فق ادم هو الاول وبقى ساهي في ملامحها، اخيرا ولد ديالو، اخيرا اصبح هو ممتلكها. وسنين هو كيحلم بعض النهار باقي ساهي في ملامحها البريئه حتى بداو شفرها كيتحركوا استعدادا لاستيقاظها. شافها ادم حلت عيناه وهو يسدهم، ما بغاش يحرجها، اما هي شافت وجهه بقات ساهيه في ملامحه. الرجول يا بنتي حتى سيدا على شعره بدات كدوز بصبعانها عليه نزونا لوجهه، طبعت قبله حنينه على وجهه. يلاه بغات تحرك باش تنوض ما حسات امتى ولات تحته هو فوقها. قال لها شنو نعتبر هادشي اللي درتي دابا؟ فوزيه ولا وجهها احمر كيعاتها وقلبها كيضرب في التين. قالت له انا غير صباح الخير. قال صباح النور في البوسط الصباح ديالي. هي ما قدرتش تجاوب، قال ما كف، قال ما نفاكش بوسيني، ولات حمرا كيما طيجه. قال انا كنتسنى. قربت فوزيه حتى الوجه وطبعت قبل على حنكو. اما ادم دلاش نيفو من زياج، قال واش انا خوك؟ قالت له لا. قال ايوا شنو هاد البوس؟ انا نوركي كيتباسو الناس. نقد عليها حتى حسات بفوزيه النفس غادي تقطع فيها. قالت له بغيت نوض التواليت. ادم كحز وخلى ليها الطريق منين ندوز. يلا بغات تنوض وهي تحس بحال الضو ضرب في رجليها. ادم ابتسامه قال عاب شويه اللي كنظن ما غاديش تقدري تمشي بالزربه دابا. توجهت فوزيه التواليت كتعرج ولاويه عليها غير ربيض، قدات حاجه ورجعت تحس حوايجها باش تدوش. ما حسات غير براسها مهزوزه في السما، كان ادم اللي غادي بها للدوش. قالت له شنو كدير؟ ادم ابتسامته البشوشه كيف العاده قال بغيت ندوش لمراتي. دوشت فوزيه مع ادم مع شويه المداعبات وخرجوا لوين عليهم غفوطه. قال لبسي حوايجك على حسب الخروج. قالت له فين غادي نمشيو؟ قال نمشيو ندوزو شال العسل في طنجه. قالت له بصح انا عمرني ولا خرجت لشي مدينه. قال ماشي دابا من بعد. دازت 15 يوم على هاد الاحداث، مشى فيها ادم هو وفوزيه لمدينه طنجه الكبيره، ما خلاو حتى شي قنت ما مشاوش ليه فيها. ومن بعد دازوا مدينه اكادير حتى هي قضى وقت زوين مع بعضياتهم. وقفت الطوموبيل حدا المنزل ديالهم في سوق السبت اللي غادخل القم محطه يد على يد وكتخنزر فوزيه. قالت له جيتي يا ولدي؟ جاء ادم سلم عليها وجات حتى فوزيه اللي تحنات بس ليها يديها وهي محفره عليها ما هضراتش معاها. قالت له ايوا ولدي هذا غالي جايب معاها غا شهر، جلستي تماك 15 يوم ومنين جيتي ما شبعت فيك الشوفان. قال ايوا غا الوقت الوالد غدا نمشي ان شاء الله. قالت له نعيمه مالك ولدي كتبان ليا ضعافيتي، واش ما كنتيش كتاكل؟ منيتك خالتي وقت السبافي بغيتي يزيد. قال لها لا انا باقي كيما انا غير كيبان ليك، وانا نخليك الويده نطلع للبيت ندوش ونطلع لي فاليز. طلع ادم البيت وبقات فوزيه جالسه حدا نعيمه حتى دوات نعيمه. قالت لها الفقهاء دايرين خدمتهم مزيان؟ كانت فوزيه اللي سمعتها وحضرت راسها بالحشمه. يلا بغات تطلع تبع راجلها البيت وهي دوي نعيمه. فين غادي يا لالا؟ ما عرفتش بلي هادي وقيت الكوتي؟ ايوا سيري الكوزينه ديري لنا ما ناكلو، اش ما تنفعي ما تضري كحليب الحماره. نهضت فوزيه بلا ما تجاوبها دارت داكشي اللي قالت ليها واخا باقي عيانه من طريق السفر. بعد ساعه كان ادم اللي نزل من البيت من بعد ما فاق من الناس، لقط بلا حمره بالماكله، هالمسمن هالمسكوته هالحرشه بالفورماج هالبغريبه اتاي سخون، وتلاقى مع فوزيه اللي يلاه جايه من الكوزينه هزه في يدها طبسيل ديال كاوكاو واللوز. قال لها ريحه المسمن ديالك؟ فوزيه ابتسمت ليه وجلس حدا امه. يلاه لحد الدغمه الاولى فمو تكلم بقى عيانه وقديتي كاع هادشي الله يعطيك الصحه، كان عليك تسنيني تنهبط ونجيب شي حاجه ناكلوها من برا. قالت له نعيمه وعلاش كل اللي قال لك هي اللي قدات هادشي؟ قالها الوالده كان عرف طياب فوزيه مزيان، كان دايما كتقاد ليا الشيوات مع الصباح وما كتخلينيش نشري الماكله بالزنقه. نعيمه هنا وسعت عينيها
كانت عوالة تقول لي أنا اللي قديت هادشي وليني ما خلى ليها با تقول، وبصح طيب البنت ما فيه ما يتعيب. الغد لي كانت ناضت فوزية مع 4:30 الصباح، قدت الفطور أشكال وأنواع ديال الحلاوي اللي كتعرف، دارتهم في صبيرات على حساب راجلها باش يديهم معاه. فقد آدم على صوت الساعة اللي كتصوني 6 الصباح ونزل لتحت. من بعد ما أنه ملقاش فوزية حدا لقاها في كوزينة، يلاه كتفيد الحليب ودايرة لجهة البوطاجي، ما حسات بحتى عنقها. كانت لابسه غا سوفيت مع شورت قصير كيما فاقت، ما فكرتش تلبس شي حاجه، وحد الدار ساكنه فيها غا هي وراجلها وحماتها. اصلا كانت مولفه هكا مع ادم، قال لها حبيبتي فايقه مع الصباح الحداقه ديالي، قالت له حيد يديك راه غادي تشوفنا خالتي نائمه، قال لها من بعد انا راجلك بغيت نفطر بيك، قالت له فوزيه وهنا الحراره بدات كتطلع مع الجسم ديالها، اما هو في قلبها وزها فوق البوطاجي ورجليها دايرين إليه وباشر في الاتهام. الحليب فاض فوق البوطة وشكون سوق ليه، حتى سمعوا صوت تقرقيب. بغات فوزية تبعد ولكن آدم ما قدرش يبعد، ها كيقرب ليها ما كيقدرش يبعد، حتى تكلمت نائمة بالجهد، قالت له آدم دروك تمشي لك الطيارة وانتي اللي مخليها الحليب فايد ما كتشوفيش. بعد آدم هو مبتسم وما ساخيش، قال صباح الخير أمي. نعيمة وهي كتخنزر فوزية صباح النور. نزلت فوزية كتدي الطباس للمائدة الإفطار وهي حشمانة من الموقف اللي تحطات فيه قدام عقوستها. من بعد الإفطار كان آدم اللي كينزل الحقائب ديالو للطنوبيل، وفوزية كتعاون وعطاتو داكشي اللي قدات ليه. يلا دخلوا البيت يهز آخر حاجة بقات ليه ودار شاف فيها، قال والله ما تخيت بيك، ما تخيتش نمشي ونخليك، مي انا عارف الطبع ديالها وكي ما ديش عليها نتوحشك، كانت كتلعب بيدها، قالت له حتى انا، قال لها نعم حتى انتي شنو. فوزية بحشمة وابتسامة كتسلل شريفة، قالت له حتى انا نتوحشك، قال لها وينو يخلي لي اللي كيحشم. ادم شوفي هاكي هالتليفون هالشار ديالو، فاش نوصل مستراح راه غادي نصوني لك صافي. فوزية حركت راسها بالإيجاب وتعلت على صبع رجليها وباسته، أما هو بقى دقائق عاد تستوعب شنو دارت، أول مرة تزعم وتقرب ليه، في العادة ما كتقربش ليه. آدم حتى هو ما كانش من العاكزين، جرها وبقاو تما بعد ساعة باسها. آدم في حنكة، قالت صلي في راسك، قالت له حتى انت صلي في راسك. خرجوا من برا اللي خرجات معاهم حتى نعيمه، سلم عليها وجا سلم على مراته حتى هي ترك في الطنوبيل ورجع نزل منها مره اخرى، ومشى باس مرته قدامه محشم مستحيا عاد مشارك في الطنوبيل. اما مو بغات ترتق ما حملاتش يقرب ليها، كتحس بحال فوزيه تدي ليها ولدها. غتحركت الطنوبيل ديال ادم وهي تبدا الحرب ديالها بصح، قالت لها اديك ها زعما ديك الدار ما تسيق ما تخمل ياك ما ولفتي العكس، قالت لها واخا خالتي انا نسيقه، قالت لها يخوي لك ركابي. طلعت فوزيه كتسيق الدار حتى قالت لي نعيمه تحك الحيط بالجكس، بدات كتحك مسكينه حتى تحردوا ليها يديها ونعيمه واقفه عليها عند راسها، قالت لها ما حكيتيش ديك البلاصه مزيان. كتعاود فوزيه تحك في الحيط، من بعد ما سالات قالت لي نعيمه تجمع السدادر وتخملهم داكشي اللي دارت نيت، ومره مره كتحس بخز في كرشها. من بعد ما كملت وقال سالات هضرات نعيمه ثاني، حلفت الدوسة عليها هادي غا خالتها يا حسره، قالت لها والصراحه دوك الطواليطات تحتهم خاصهم شي حكه، قالت لها واخا خالتي. طلعت فوزيه على سعدها وحده للطواليط كتحك فيها بالجكس، حتى قربت تسالي وهي تحس بداك الالم غادي وكيتجهد وهي تقول كرشي خالتي كرشي. نعيمه من الدروج قالت لها ما كتغوتيك لاباس، جات كتقرب حتى كتبان ليها نعيمه مزيره على كرشها وقاد والدم نازل ليها من تحتها. جرات دغيا عند جارة تقلت ليها وجات عيطت على الإتعاب دوا المستشفى، ووصلت وقالوا ليها بلي جنين اللي في كرشها طاح، بنت 16 عام كانت تكون أم، وفي نفس الوقت بنت 16 عام طاح ليها ولدها. من بعد جات داخل عندها نعيمة، أما فوزية غمصدومة، ياه هي كانت تولي أم ولا كيفاش حتى فقدت ولدها. قالت لها شوفي انتي غادي ما غادي تقولي لولدي والو، ما غاديش يشق غاديش يسيق الخبر لحتى حاجه من هذا الشيء، بيك تقولي ليه شي حاجه. تلاهي ليا ولدي على خدمته، باز لقلبك الا لا نعيمه، ما فكرتي باللي انتي السبب ولا حسيتي بالذنب على اي حال، ان الله يمهل ولا يهمل. رجعت نعيمه وفوزيه للدار اللي حالتها حاله وبقى فيها الحاله على ولدها اللي ما تزادش على راجلها اللي مشى وخلاها في الوقت اللي محتاجه ليه.
من بعد يومين فوزية اللي غاتها الدالية في بيتها احتاجها اتصال. كان آدم اللي كيصوني، خلاته كيصوني حتى الاخر عاد جاوباته. قال الو فوزية. قالت الو. قال شفتك ما جاوبتينيش دغيا. هاني لك غير كنت لتحت ما شفتوش. قال شفت صوتك عيان. قالت له غير ضربني البرد شويه ما تديرش في بالك. قال كيفاش ما نديرش في بالي، سيري نزلي عند امي دابا قولي ليها تشري لك الدواء. قالت له ان شاء الله نخليك دابا ادم خصني نمشي نتعشى. قال واخا تهلاي في راسك. قالت له بسلامه. قال لها فوزية. قالت له نعم. قال تهلاي في راسك. قالت له ربي تهلا بسلامه. قطعت فوزية مع راجلها اللي قطعت معاه وهي طلع للعنال دموع اللي ما بغاوش يحبسوا. الغد ليه مع الصباح جات عندها خالتها تاني كتنطن فوق راسها. قالت لها نودي تقعدي هذيك ها شفتك استحليتيها جمعي لالياتك راه ما هاد الوقت ما عرفت شنو دار. ناضت فوزية تاني لا زادة وحدة صابرة لحماتها اللي ما كتساليش من كير. هذه هي ديال بعد من دمك لا يطلعك. ايام التالية نفس النهار نفس الروتين نفس العذاب نفس المعاملة القاسية. هكذا دازت 6 شهور في حياة فوزية وهي صابرة. كانت كتسيق دروج بجيكس كيف عادتها وقوس سنعت في بيتها حتى كتسمع الدقان في الباب. حلت الباب حتى كتفاجأ ادم. قال مفاجأة. كانت فوزية اللي غير شافته انيها المعوب الدموع دغيا طرمات عليه نقاته. قال صافي علاش كتبكي؟ قالت له غير توحشتك. شاف وجهها اللي ولا دابل وصحته اللي ذات رقاقت. بقى غير كيشوف فيها كيف ولات شويه. هو يبان ليه الجيكس تما. قال شنو هادشي واش نتي حمقى كتحكي الحيط بالجيكس؟ قالت له لا غير باش يبيض. قال شوفي حالتك كيف وليتي. الا لا انا بغيتو يبقى مغبر اش هاد الحاله ما كتديهاش في راسك؟ قالت له صافي دخل بعدا. دخل ادم عنق حتى دخلوا للدار. غادخل مشى مباشره لبيت امه كيقلب عليها تسمع صوت الدوش. عرفها كدوش. قرر يتسنى حتى كطيح عيني على ملف بالزرق محطوط تماك. مشى هزو هو يلقاه تقرير طبي ديال فوزية وعرف من خلاله بلي فوزية كانت حامله. غوت حتى تزعزعت نهائما من وسط الحمام. قال الوليدة. خرجت مو اللي لبست بيجامتها دغيا. قالت له مالك شنو واقع ولدي جيتي؟ قال لها نسولك انتي شنو هادشي؟ كانت فوزية اللي طلعت عندهم كتجري حتى هي في الدروج. قالت له غير ما بغيناش نشغلو ليك بالك بهادشي وفضلت ما نقولوهاش ليك. قال معا متشاورتي واش ماشي ولدي هذاك؟ هنا ناعمه غير الشيطان بعقلها وقالت تهنى من فوزية. قالت له ما كتغوت عليا وبعدا شكون قال لك بلي ولدك؟ تلقى غير شي واحد لقطاته من الزنقة. فوزية هنا شدات فمها بصدمة. قالت له كون ما طاحش ليها كنت انا اللي نطيحو ليها. هي اللي غهزت جوج سديدات وضربت السيقه طيحاته. ادم ليه زيد ديتها السما كان هادي ترجع. قال سكتي وياك تزيدي كلمه وحده انساك بلي امي ودابا نسيني عليك. جر معاه فوزية من يدي وهي تبعها. قالت له العار ولدي هالعار هالعار غير بقى معايا عمري نخسر ليها باقي تسمح في ميمتك. هو ما داهاش فيها وجمع حوايج وحوايج مرتو وداها معاه المنزل ديالو الثاني اللي عنده تماك ودخلو. ادم مباشره عند فوزية. قاعد شي اللي داز عليك وبقيتي ساكته؟ كنت عارف امي قاصحه ولكن ماشي ترها الدرجه سمحي ليا. قالت له ماشي مشكل عادي ولفت اصلا هذه كتبقى حماتي. قالت له شنو؟ قال شنو ما مقلقاش منها؟ قالت له لا ربي وصانا بطاعه الزوج ومادام هي امك فهي امي حتى انا وحتى واحد ما كيخسر والديه. عنقها ادم بين يديه. قال لها كوني هانيه امرها ولا هادي تقيسك هاد المره انتي ما بقيتيش تشوفيها. بعد مرور 3 شهور جات نعيمه كتدق على دار فوزية اللي ولات بخير صحه سلام. وفوزية اللي باست ليها يديها قالت لها مرحبا بك خالتي. شفت فيها نعيمه بنادم ودموع شلال من عينيها. قالت لها سمحي لي يا بنتي العالم سمحي لي جا ادم اللي شاف مو هكاك شنو كديري هنا؟ قالت له والله ولدي حتى ندمت ها ما تحرمنيش منك عافاك. قال لها عمرني غادي نسمح ليك. قالت له ادم كتبقى امك المسامح كريم كنا كنغلطوا. قال لها شفتيها شفتي البنت اللي كنتي كتكرفتي اليها شفتيها؟ قالت له ايه ولدي ندمت. قالت له فوزية الله يسامح اخالتي حتى ادم يسمح ليك ياك ادم. قال لها نسمح ليك بشرط باقي تدوري بمرتي ولا تقلقيها منا ما انا ولدك ما انت امي. طرمت عليه نعيمه كتعنق وتبوس فيه وفوزية عمرني نعاود عمر داود لا يعاود سمحوا ليا.
دخلوا للدار حتى كيتفاجئوا فوزية اللي فقدت التوازن ديالها، وداوها للسبيطار اللي غدخلوا وفاق تلقات ادم عند راسها هو وحماتها. ادم والدموع في عيني اللي عمرهم كانوا، وكيبوس ليها في يديها. قالت له ادم شنو وقع ليا؟ قال مبروك علينا حبيبتي، انتي حامله. هذه هي النهايه ديال هذه القصه، كنتمنى انها تعجبكم.